فريق عريق حاجة بين يحوس يكاليفي وإن شاء الله يكون ياسين، كالمتصل. مباراة أخرى قوية لا تقل أهمية عن المباريات الأخرى، مولودية وهران شبيبة بجاية، فريقين، فريق واحد راح يغادر يعني الدور السادس عشر. مباراة قوية لفريقان راهم يعانوا في بطولة هذا الموسم، خاصة فريق شبيبة بجاية. أنا أعتقد أنه المباراة راح تكون أكيد قوية، لكن لا فريق شبيبة بجاية ولا مولودية وهران، وخاصة فريق شبيبة بجاية ما راحش نشوفوه راح يراهن على هذا اللقاء، لأن الهدف الأساسي لشبيبة بجاية في ظل الوضعية الحالية الوضعية الحالية هو ضمان البقاء في المقام الأول، لكن أكيد راح يغادر فريق من الرابطة المحترفة الأولى، وراح نشوفوا مباراة راح تكون نعم قوية ما بين هذان الفريقان أكيد. الكبيرة. وقبل أن أذهب إلى كمال، لا يجب أن نذكر أن فيه مباريات يعني لعديد الفرق اللي يقولوا أنها مجهرية ولكن راح تكون في الموعد. نتحدث عن فريق نادي حيدرة مع أمل بوسعادة، شباب الجسر الأبيض مع اتحاد حجوت، اتحاد شوية أمل العين مليلة يعني ديربي الشرق، اتحاد بني دوالة مع مولودية باتنا، نجم بوعقال أيضا أكون في الموعد، نجم مقرة أيضا، نجم بن عكنون، شبيبة الشرقة، وداد تبسة. أذهب إلى كمال مهوي المولودية والحراش، فريق التقصى وفريق مزارع. اتحاد الحراش نعم كان غادر السيد الكأس في الدورة فارت ضد أمل الأربعاء، أبقوا مولودية الجزائر، خاصة أنه هذا الموسم حكاية ربما تاع مولودية الجزائر، حابين يتأروا للموسم الفارط. كان جمعنا حديث مع الأنصار، قال لك هذا الموسم إن شاء الله سيدوا الكأس ويتأروا للموسم القادم، لكن قبل ذلك واحد المناصر أصر أنه يوصل واحد الرسالة. ربما هذا المناصر اللي راه معنا منذ بداية الحصة حاب يتكلم على الحديد. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. حنا نشكركم على هذه المبادره، باسكو فريمون حنا هذا واش راه خاصنا هذه المبادره لتوعي الشعب. كان خاوتنا من قبل طرقوا بزاف امور اللي هي اسباب العنف، كان حاجه ما باليش الا نساوها الا فاتهم، لو جور دو ماتش تاع الماتش لالي مولوديه الحراش في الحراش 2002 2003، مولوديه برومي بالعباس الثاني في الترتيب، الحراش الثالث او الرابع. انت مناصر تسنى في هذه المباراه كما يقولوا بفارغ الصبر. أول جريدة وطنية من مفروض أنها رقم واحد في الكرة لا تذكرها يعني بالاسم بدون ذكر الاسم، أول تيتر كما يقولوا بالبنط العريض، أول عنوان اليوم في الحراش الكلاش ما يفريهاش. لا إله إلا الله. ويقدروا تقولوا لي زارشيف وكذا ونشوفوا بلي كان منه هاد. أنا كنت صافي 13 14 ماركاني هذاك العنوان ومازالوا الآن ماركيني عنوان كيما هذا. أنت رايح تشوف ماتش دربي بين مولودية والحراش، شغل مناصر عادي اللي يسمعوه ماهيش حاجه نورمال، ماهيش حاجه. حنا بين الحراش وبين مولوديه نورمالمون يا ريان، بيسك باب الواد مرسم مولوديه والحراش مرسم الحراش كاين 6 كيلومتر على الاكثر، شغل سي با لوجيك تكون هاد العداوه. يجوا يدخلوا وقت اللي الوقت في اي مباراه مهما كان الحجم تاعها يدخلوا، وحنا كيف نروحوا ندخلوا نورمال. هذا هو نورمالمون الامر العادي والطبيعي. حنا هاد الامور العنف هادو كاين بزاف. وثاني كاين حاجه المسيرين، نضربوا مثال صغير، عندها عامية 3 سنين مولودية سير بي لقاء الذهب في 20 أوت. أنا كنت مريح في البولاي كما المدرج يسميوه، هما قال لك أنتم مديتوا لنا مدرج في بولوغين ما يسمى بالكاجي عندنا، حنا نمدوا لكم بولاي ما فيها باس، ولكن الأمر غير عادي. يدخل يا يعني يدخلوا الجيجان، أنا استاديم اللومو استادي ستان سيبورتور، يدخل الجيجان يرمي وقرباج اللي راهو دوك رئيس رابطة في تريبين في المنصة الشرفية يشوفوا المدرجين يشوفوا، ومن بعد غريب يقول له انت الى انت راجل اروح البولوغين شغل هذا الامر وشك حتسنى من الانصار بعد هذا. فعلا نقطة حساسة. شكرا، والله يحن القلوب. امين يا رب. ان شاء الله ان شاء الله يحن القلوب. نقولوا انه عاش، نقولوا انه انصار الفريق عانوا في هذيك المباريات. نعم حكيم، ربما نوالفت نكون اكثر رحم مع الانصار. نحكوا واحد الايام انه وصل مناصر تاع مولودية الجزائر ما يقدرش يروح الحراش، ومناصر تاع الحراش ما يقدرش يروح لباب الواد، لكن نتمنى ان شاء الله انه هذه الامور تزول في المستقبل. حكيم، كاس الجزائر هذا العام راكم تسناو فيها بفارغ الصبر، خاصه كمان يقول لنا انه اكثر راحه في المدرجات، ولكن انت ايضا يشبه القاعده مع الجمهور، تفضل. لا كوب يعني كيما يقول لك لا كوب ما عندهاش واحد كبير واحد صغير. حنا خسرنا مع حيدرة، خسرنا مع الونزة، انسان ما يستغرش هاد بن باديس، وما من الحراش يلعبوا مع الاربعه يعني كيما يقول لك راهم ملاح يعني كيما يقول لك، ما حقروهم انسان يهدرها. انا مولوديه حقروهم طونك لو فاتهم يلعبوا في لافيجي على تديهم الفاوت.
هذا اعلامي علي مالك هذا علاش اداهم الفاوت؟ كيفاش انت تحب دوك الاربعه حقروهم في حقروهم في عين فكرون حالهم بيناتي الاربعه لي سيبورتور تاعهم واش هم يستناو من الاربيت؟ يستناو يطولوا الورد يربح الدرع كيما ربح عين فكرون لا ربحوا درع يقول لك انا نربح الدرع. وكاين حاجه حبيت نطرق لها انهم ما بايش مسير ولا تاع كوميتي تاع الحراش تنضرب في السطات تاع بولوغين. هذا الحاجه هذا لها حاكم الكوميتي، انا ما عنديش علاقه مع الكوميتي وكذا، انا نعرفه باللي وليد فاميليا وما حرضتش الانصار على باش يضربوا هذا الانسان هذا تاع الحراش، انا ما نعرفوش. والانسان هذا يا مدين وحاج بيت الله وخاطيه المشاكل يا دومي يا ولاد يا دومي، هذا يا انسان هذا ما شاء الله وخاطيه كاع المشاكل، ما حرض الانصار ما حرض باش يضربوك ولا هكذا. انسان ما كاش كيما يقول لك انسان اللي ما يغلطش، وان شاء الله كيما يقول لك ان شاء الله نكونوا في نهارنا ونربحوا ان شاء الله بن باديس ونروحوا بعيد ان شاء الله. الان نقولوا الله يصفي القلوب، احنا قلوب بين انصار مدينه الجزائر اتحاد الحراش. اتحاد الحراش غادرتوا ربما ما نفس الكاس بقى تكون بطوله، لكن احوالكم هذا الموسم ما راهيش على احسن ما يرى. احنا ما غادرناش بطوله، ما غادرناش الكاس، هما غادرونا من الكاس. احنا نورمومو كما قال هذا اخويا حاكم تاع مولوديه، قال لك نورمومو احنا تحقرنا، احنا ما كاش هي الصح تحقرنا كما هذا علي مالك او اخ حسين كان معايا كي كانت رابطه في هذيك باب زوار. هذا انسان سراق، واش تستنى انت من عنده؟ سراق لا ليسونس تاع خالدي، كيف انت ديرو يحكم لي ستاد؟ انا هذه اللي حبينا نفهمها، اللي حبيت نفهمها. وثاني نقول هذا قربات قال لك بلي كي تلعبوا كوب دافريك ما ناجلكش لي ماتش تاع الشامبيونه. انا نقول انا سيبورتور عادي، قول له ديرها لي قانون على الناس كامل، ما تاجلش ديرها لنا قانون. نعم اذا كان ممكن يا كمال بدون تجريح بدون ذكر الاسماء، اذا كان ممكن بدون ذكر الاسماء. لكن شو صار في اتحاد الحراش؟ اعتصامات اضرابات انتم كان صار شكوى عايش الوضع؟ احنا تعصحنا اعتصموا باسكو عندنا اداره ما ماشي كاع رجال ما يقدروا لهاش، فهمتني؟ ما مهم عندنا اداره ماشي تاع فريق تاع تمثل فريق اتحاد الحراش، يعرفوا يدوا غير دراهم يتخبوا مول لي سيبورتور، نربحوا يخرجوا يقول لك احنا يا درنا ما نربحوش يعاودوا يتخبوا. احنا المطالب تاعنا باينه، احنا اخي انسان، احنا اصحاب الحراش جزائريين، احنا نطالبوا بشركه وطنيه او عموميه ذات مستوى عالي. هذا واش نطالبوا احنا من السلطه تاعنا؟ ان شاء الله حكيم، ان شاء الله احوال اتحاد الحراش تحسن وايضا مولوديه الجزائر. اليك الكلمه ان شاء الله. شكرا لك كمال. بعد الحديث عن المباريات المثيره لكاس الجمهوريه نذهب الى قصه نجاح. في القصه الاولى تحدثنا مع محمد حديشات وهو مدرب حراس اتحاد الحراش الجمهور اللي معنا، وكيف كان يعني مسيرته مع الفرق التي لعب لها والمنتخب الوطني. الان قصه اخرى نتابعها مع جمال نيت عمر بعد الجينجل. مرحبا بكم مشاهدينا في ركن قصة نجاح. اليوم كما راكم تشوفوا رانا في ملعب عمر حمدي ببلوغين، راح نتحدثوا مع نصر الدين خوالد قائد فريق اتحاد العاصمة ولاعب أيضا المنتخب الوطني اللي راح نكتشفوه في هذا الركن. السلام عليكم نصر الدين، يعطيك الصحة، استقبلتنا اليوم بملعب بلوغين. نصر الدين خوالد لاعب اتحاد العاصمة، مواليد 16 أفريل 1986 ولاية بسكرة. الآن أنا في اتحاد العاصمة ولعب سابق في اتحاد بسكراك. نصر الدين، كيفاش تقدر تريزومي لنا انت ديبي تاع لا كارير ديالك تاع فوتبولير؟ رحت ديسبيتمون ايكول، كانت فيها شويه معرفه باسكو كان شي حبابه مطلوب ثاني، هو عنده ديبلوم تاع اونطرينر، كان حاكم ليجان، كان حاكم مينيم كادي جونيور. وين رحت ديسبيتمون ايكول كانت فيها معرفه كيما قلت لهم ايكول وسام لي شويه الدعوه، مي الحمد لله بديت اون ايكول بعد مينيم كادي جونيور. بروميي ماتش تاعي اون سينيور كان في بسكره، كون بروميي ماتش تاع شامبيونا مع محمديه، كنا دوزيام ديفيزيون تحت بسكره، وين ذاك الوقت كان مدرب الطرش اللي نسلم عليه لي طاني كيما نقول دار فيا ثقه وطاني كونفيونس، وين كانوا في الوقت الجوار اللي كانوا معنا
كان عمر دبوشة، كان جيلاني، كان زيور، كان بلطراش، كان سعادة غرو ماتش. الماتش هذاك وين خرج دوزيام ايطون دانيال مينيت، وين الحمد لله كان ستاد كامل، كان راشي كومبلي باسكو داك العام لعبنا لاكسيسيون، وين ستاد كامل وقف صفق عليا. هذيك حاجه اللي مازال دوك مازال دوك ما بين كيما قلنا بزين ما بين عينيا ما نسيتهاش. ولو كان دوك ندورو شويه كيفاش حتى التحق باتحاد العاصمه؟ كان عندي كونتاكت وين لعبنا في بسكرا اتحاد العاصمه، ومع اتحاد العاصمه في بسكرا تما كان عندي كونتاكت مع اكسوح، قلت لك المدرب اكسوح، وكان كنت عندي كان عندي كونتاكت بزاف. وين انا خيرت كيما قلت اتحاد العاصمه باسكو فريق كبير، فريق اللي عنده القاب ويتحصل على القاب كل عام يلعب بلا شامبيونا، سواء كوب دالجيري سواء شامبيونا. دوك اش عندك انت في اتحاد العاصمه؟ عندي 8 دوك عندي 8 سنين وانا في اتحاد العاصمه الحمد لله بلا قدر الحمد لله. شنو البوست ديالك الحقاني تاع صح؟ البوست تاعي الحقاني سي ميليو تيران دي كيبيراتور، سما هذا من الباس اللي سما لي كروس كيما نقول واحد اللي لقيت فيه روحي، وهو اللي كيما نقول واحد اللي تعرفت به سواء اتحاد بسكرا سواء في سيومان. ما كنتش لي اسمع في الديبي العام تاعي الاول، كنت نستلم كنت ريكيبيراتور، كنت ريكيبيراتور بعد يا ردروا بعد جويت لعبت في اللاكس. لا دوك اللي لاقي راحت اما بغارديا لعبت كاختيا كيف وقت لي ولحقت ماتش وين خلصوا لي شونجمون وخرج لنا كان غارديا شوي حتى هذيك مع القبه، وين خلصوا لي شونجمون ومن بعد خرج شوي كارطون روج، وين كملت انا دير المينيت واحد 15 مينيت وسلك دو زاكسيون قالوا لي سلك زوج ومركا ولي زوج. انا اليوم ما تفرقش علي 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 الصباط علي علي علي. كيفاش كان ولا عشت انت تربص الاولاني ديالك مع ليكيب ناسيونال؟ دخلت استقبلوني كاع لي جوار كاع استقبلوني بيان، دخلوني في الجروب باك الدوجور الاولين البريمير جور الاول كنت حاشم. من بعد صافي شكون هو لي دول ديالك في البارون؟ كان جوار تاع فرنسا تاع ليكيب دو فرانس ماكيليلي، ياسر سي ارتيست كيما بون سي ان غران جوار كيف ليكيب لي بالون كيف يطلع بالون كيف يلعب بالون شبعه كيما لو كان دوك نولي شويه ليكيب ناسيونال وزلاطن في الدار وخوال في المونديال. المونديال بون صافي فتاو الفوتبول هذا هو فوتبول، فيه الربح فيه الخسر فيه اللي يفرح فيه اللي يبكي. بوس كيما قلت له كوب دي موند 2014 خوات في المونديال وزلاطان في الدار. واش حكاية الدبانة فوق البوطو؟ هادي الدبانة فوق البوطو هادي كنت شوفها في تاع الفهم هذيك تاع قالك فهم غني هذيك تاع قالك هذاك. وهذا صاحبي جا عندي ضيف هنا قعد عندي 3 جور هنا نشفى له قعدنا نقصرو في الفيستيار قعدنا نتبهلو هكذا شغل نشطحو هكذا من بو كاينه فايس خويا كنا نديرو مي سي مزيه كيما يقول واحد بو صارف زعفت بزاف منه بزاف منه ولحقت كيما قلت درت معاه تصرفات بالك اللي بالك غيضتني دركا نورمالمون ما نتعاملش مع ذاك التصرف. نصر الدين خويا نشكرك على استقبالك لنا اولا ونشكرك على الصراحه ديالك ونخليو لك الكلمه الاخيره. جميعا انتم مشكورين خويا ومرحبا بكم في اي وقت في ملعب حماد.